على ضفة واد الحجاج تشمخ قصبة أمريديل بأبراجها الخمسة، تحفة معمارية شيدها محمد الناصر السكوري في القرن السابع عشر الميلادي. كانت تجمع واحد العدد كبير من السكان قبائل قبيلة هذه المنطقة، منهم الناصريين، الأغلبية كانوا ناصريين. تميزت بطبعها الديني أيضا، حيث كانت واحد المدرسة لتعليم أصول الدين هنا بهذه القصبة. أيضا في مرحلة الاستعمار كانت تجمع مجموعة من المقاومين الذين اعتبروا هذه القصبة مأوى لهم. الرموز والفسيفساء متجلية على جدرانها وفي مختلف طوابقها الثلاثة، خاصة بعد ترميمها منذ 20 سنة، فعدلها البريق وصارت محجا سياحيا مهما للتعرف على بعض من تاريخ المنطقة. تقريبا 600 سائح كتوافد على شهريا على القصبة، من لأنها أحسن قصبة في الجنوب نظرا للهندسة والمعمار. سكورة بشكل خاص والجنوب الشرقي بشكل عام، الورقة التعريفية سياحيا لها هي المعمار، وبالتالي يعني القصبة ديال الأمريديل هي الوحيدة ولا ممكن مثلا نقولوا جوج اللي تيشكلوا مثلا هذا الاستثناء ديال القصبات اللي مازال محافظين على البعد الجمالي وحتى يعني المحافظة المعمارية ديالهم. مثل أيقونة وسط واحة سكورة الخضراء، تطل قصبة أمريديل ببهائها المعماري كواحدة من أجمل قصبات الجنوب الشرقي المغربي.